إلى هنا، قليل من الجهد، هيا. أنت، كم مرة أخبرتك ألا تقاطعي درسي؟ إنني أدرس تقنيات الساموراي شديدة السرية، والكوبوشيات غير مسموح لهن بسماعها. ولكن جدي، الأمر طارئ. سنعالج الأمر لاحقاً، ارسمي على الحرير كي تهدي أعصابك. ما دام الأمر كذلك فسأعالج المشكلة وسأستعين ب ياكوزا. ماذا؟ هل هذه إشعاعك الصغيرة التي أراها؟ أجل، هذا صحيح. قولي لي، هل تعلمين أنا أستطيع أن أجد ياكوزا؟ إن كان لديك أي مشكلة مع ياكوزا فسيكون من الأفضل أن تخبريني كي أرسل معك أحدا ليتصرف. استشرت فعلا ذلك الشخص بالدحيح وطلبت منه المساعدة، لكن المشكلة أن الجد مشغول جدا. أيها السادة، طاب مساؤكم، ولعله يكون أكثر سلاما من زهرة لوتس تطفو فوق بحيرة. يا للجمال، أرغب بالحديث مع سيدكم لأني أريد أن أستعيد شيئا ثمينا قد سرق مني. أتدعين زعيمنا باللص؟ لا لا، لكن قد يساعدني. ماذا سرق منك؟ الكوت خاصتي. هل تقصدين أن المعلم قد سرق منك آلتك؟ أنا لا أظن ذلك. اسمع، رأيتك وأنت تغادر غرفتي وتحمل الكوتو. هذا جنون، لقد كنت واثقا أن أحدا لم يراني. أتعلمين لا مكان هنا لكبوشيات مثلك. تاماجو، أنا بحاجة إليك، عليك أن تساعدني لأنفذ خطة خطيرة، اختراق حصن الياكوزا واستعادة الكوتو. سعيد أنك اخترتني لمثل هذه المهمة. لا، اخترتك لكونك كوبوشية متنكرة ككوبوغاي. أريدك أن تساعدني لأصبح كوبوغاي أنا أيضاً، ولنقل شاكو الصبي الشرير المبتدئ. ولكن هذا خطير، وإذا علم المعلم تاكو أنني ساعدت سيسلخ جدي. إنه لموقف نبيل منك أن ترفض الكذب على المعلم تاكو. ربما علينا أن نذهب ونبلغه أنك كوبوشية. حسناً، أنا موافق. رائع، هذا تنكر رائع. والآن ماذا ستقولين لأولئك الخطرين؟ نهارا سعيدا. مرحبا أيها المغفلون. مرحبا أيها المغفلون. أتريد أن ترى اليكوزا على حقيقته؟ أريد أن أتعاون معك، دعني أقابل السيدة. أي نوع من الحمقى تظن نفسك؟ اذهب وأحضر. اذهب وأحضره أنت لو سمحت. اذهب وأحضر لو سمحت. لو كنت مكانك لعدت أدراجي فورا. أظن أنك ستصبح ياكوزا. شرف كبير. ولم لا؟ ولكن سيدي، سأجربك كمبتدئ. هناك بعض الاختبارات التي عليك تجاوزها. الاختبار الأول أن تواجه هجمات أعدائك. شي فو مي أو إي شي فو مي. إنه يغش، إنه يغش. الاختبار الثاني، عليك أن تمتلك ذاكرة ممتازة. الكوتو المسكين، تبدو كأنك مقتول أو ما. الاختبار الثالث، عليك أن تثبت أنك محتال بارع. اجلب شحنة من الواسابي من هؤلاء التماكي الأغبياء دون أن تدفع لهم. بالطبع، هذا سهل. إمكانك أن تثق بي، سأدفع لك لاحقاً، لكن لا تخبر المعلم تاكو، إنها مفاجأة. أليست المفاجأة من أجل عيد ميلاد المعلم تاكو؟ إن المدرب تاكو محظوظ لأن لديه حفيدة مثلك. سأعطيك حمولتين بسعر واحدة. حمولتان من الوسابي بدلاً من الواحدة؟ أرأيت هذا؟ أنا متأكد أنه يغش. أظنه يمتلك مهارات أكثر منكما. لنطلب منه اجتياز الاختبار العاشر طالما أنه متحمس إلى هذه الدرجة. الاختبار العاشر؟ ما هو؟ يا للشجاعة، لديه مهارات تؤهله ليكون مساعدي بدلاً منهما. إذن الاختبار العاشر يعتمد على مواجهة نيكو. مواجهة نيكو؟ سيدي، هل تسمح لي أن أختار السلاح الذي أريده؟ حسناً، هذا مؤكد، ولما لا؟
ما هذا السوش الصغير الشهي الذي يراه نيكو أمامه؟ انتبه، إن المتملق الصغير مسلح. لقد أفزعتنا كثيراً. يا له من جذاب. اقترب أيها الكوبوش الصغير وليحتفل نيكو. إن ذلك لا يطاق. هاي، وهل هذا كوبوشي؟ شاكو هو في الحقيقة شاي. لا أصدق، تجرأت على أن تخدع سابا. انظرا كل حبات الأرز فيها أرضا. بسرعة. أحسن، حققت تقدما كبيرا سيد سابا. اعتقدت أنك سرقت الكوت لكنك كنت تريد التعلم. لم يكن ذلك تصرفا لائقا مني. ما يهم فعلا ليس الأدوات بل المعلم. أعتذر، لكن هذا واحد من التقنيات السرية، ليس للساموراي.